الناس ما زلنا عايزين نعرف برضه من حضرتك قصه اليود المشعه واستخدامه والادين المشعه، وايه دور الاشعه التداخليه الجيل الحديث والجراحه او زي ما بيسموها دلوقتي الاشعه الجراحيه، وهل فعلا مهاره الدكتور لها دور في عمليه الغده الدرقيه، وتجهيزات المكان لها دور في نتيجه عمليه استئصال الغده الدرقيه؟ خلينا نعرف هذه الاجابات، ولكن ناخد هذا الفيديو اللي بيوضح بعض خطوات عمليه استئصال الغده الدرقيه وناخد تعليق حضرتك عليه. فخلينا نبدا الفيديو وناخد تعليق حضرتك على هذا الفيديو. اتفضل يا جماعه. اتفضل دكتور. وهنا بيوقف يا تامر. الصوره ديت بتوضح المكان المناسب وحجم الجرح الذي يتم استئصال الغده الدرقيه منه بامان، ونحط تحت امان ديت كذا خط. وهذه المنطقه بالنسبه للناس اللي بيهمها الشكل الجمالي هي منطقه بالاساس يوجد بها انحناء في الرقبه، وجراحيا بنفتح او بنسير على هذا الانحناء بحيث لما نقفل الجرح يبقى كان نفس المنطقه هي على خلقه ربنا او على كانه لم يتم اجراء الجراحه عليه. وما هذا المكان حوالي 2 سنتي ونص فوق السنر نوتش او القصبة بدايه الرقبه. كمل. تمام. اتفضل يا دكتور. اتفضل دكتور. اول خطوه في خطوات اجراء الجراحه هو الوصول للمنطقه التي يتم دي الغده. ايوه دي الغده، وواضح فيها كذا حاجه مهمه. وقف يا استاذ تامر. وقف على كده. واضح الاورده والشرايين اللي بيتم ربطهم او عمل كنترول عليهم قبل استئصال الغده الدرقيه، لان هذه الاورده والشرايين متصله باهم الاورده والشرايين الرئيسيه في الجسم، فما ينفعش ان احنا نصبر يحدث منهم نزيف وبعد كده نعمل عليه كنترول. لازم من الاول باستعمال اجهزه الكي الجراحي المختلفه سواء الهارمونيك او الليجا شورت دلوقتي بنقدر ان احنا نتاك الفيسلز ديت ان بليس من غير ما نعمل عليها تراكشن او شد، وده بيقلل قوي المضاعفات اثناء الجراحه. يعني وضع تمام. اتفضل. نكمل. كمل. هي عمليه صعبه يا دكتور؟ يعني تعتبر من العمليات الصعبه ولا بالنسبه لكم دلوقتي بقت حاجه مش من الصعوبه بالمكان؟ مش من الصعوبه بالمكان، بس لازم فيها مهاره جراحيه. مهاره جراحيه. ولذلك هي مهاره الطبيب والتجهيزات في المكان. التجهيزات والطبيب. تمام. اتفضل يا دكتور. كمل معايا. ده هنا بنقطع هو دلوقتي. ده بيوضح بعد ما فصل جزء من اللوب او جهه واحده وهيرفعه وهيكمل يفصله خالص من فوق التراكيه او القصبه الهوائيه ويكمل. هي خطورتها ان هي في مكان حساس فعلا. خطورتها بس وقف هنا يا تامر. هنا واضح الشريان الرئيسي اللي بيغذي الجزء العلوي من الغده الدرقيه، وواضح لو الساده المشاهدين شايفين في حاجتين صفر ورا او تحت الغده الدرقيه. هنا الجزء الفني ان الاثنين دول فنيا بيبقوا لازقين عليها، مفيش المسافه اللي باينه في الفيديو دي، ودول الغده الجار درقيه اللي مسؤوله تقريبا عن تنظيم مستويات الكالسيوم في الجسم، واللي من غيرها مستويات الكالسيوم تنخفض جدا. دي الغده الجار درقيه. دي الغده الجار درقيه. تمام. اهم كمان مهم زي بنفس اهميتها ان بين الغده الدرقيه بنحافظ عليها دكتور. بنحافظ عليها باساليب جراحيه معينه. في كمان تحت الغده الدرقيه وعند قصبة الهوائيه كده في العصب الرئيسي اللي هو عصب الصوت. عصب الصوت اللي عشان كده بتخلي بالك منه قوي وانت احنا اول بندور عليه نبعده مهم جدا بنبعده عن الفيلد الجراحي بتاعنا وبعد كده بنكمل. كمل بعد اذنك عشان كمل. اتفضل يا دكتور. هنا هيتم ربط الشريان والوريد لفوق. هيظهر اهوت الحلقات بتاعت القصبة الهوائية. يتم رفعهم. تمام. كده فصل الوريد والشريان خلاص. العلوي. كده بقى اللوب او الفص ده خلاص كده. ده الاوسط، ده الوريد الاوسط. تمام. نفصله برضو. ايوه، وده وريد مش له شريان. تمام.
وده برضو ده الشريان دي المنطقه اللي تحتها بيبقى العصب، وهو حضرتك ظاهر تحت خالص اهوت ورا الباراثايرويد وسوبيريور وراها العصب اهو اهو اللي هو اسمه ريكارنت لارينجيال نيرف. ايوه تمام. هو الصوره دي تقريبا اللي فيها الامان او عدم الامان، حافظت على الغده الجارده الرقيه وعلى العصب كده شلت الغده الاكبر من الغده بالظبط كده. نرجع نقفل العضلات ونقفل خلاص كده ونقفل الجلد بشكل جمالي بحيث ان الجرح ما يسيبش سكارس. أيوة. وخلاص كده بتبقى العمليه تقريبا انتهت. يعني تعتبر ما هيش عمليه صعبه، ما هياش صعبه.